الاكل جه سوسو. ماشي حبيبي. ايه ده، انا كنت فاكرك بتاع الدليفري. بتاع الدليفري؟ لا ده موعد على العشاء. اوعى. سوسو مساء الخير يا سوسو. هانم هو انت تعرف ماشي كده يا ادم؟ ده الاستاذ زين مديري في الشغل يا سيبته. اهلا بحضرتك. 4-2-4 ده من افلامي المفضله. Everybody معاكوا فولو. وش البس؟ البس ليه؟ ما انا لابس. لا بقولك انت هتقعد تاكل معانا، الاكل زمانه جاي. للاسف مش هينفع عندنا شغل. شغل ايه؟ هقولك في الطريق. البس احسن بدل عندك. لا مش هينفع، انا مش جاهز اصلا، انا كل بدلي مش نظيفه. نسيت اقولك الولد بتاع المغسله جاب لك كل البدل الصبح. يا ستو انت عايزه تضرب الدليفري كله ولا ايه؟ هشيل لك منابك. ماشي تعال اقعد جنبي. لا لا جنبي تعال اقعد فك كده واقعد جنبي تعال. زيزي ايه انت تعرفها؟ زيزي خطيبتي. خطيبتك بتتكلم لسه عارفها دلوقتي. وحيد سيف وسمير غانم كانوا مسخره في الفيلم. اكتر اتنين بيضحكوني وهيفضلوا يضحكوا الله يرحمه. ايوه الفن الاصيل ما يموتش ابدا. انت متجوز؟ ها سبته سبته حبيبتي. انسى انسى ركبنا الماتش. انت فين زين؟ ركبت فين كل ده؟ ايه اللي بيحصل؟ رأفت يا سيدي مدهول والشاف قدامه بتراهن على مصنع العاشر معتوني مرزوق. رهان على ايه؟ هيكون على ايه؟ على الماتش طبعا. فاضل 200 والماتش يخلص. هو مش هيرجع برشلونة؟ اي زين برشلونة مش هيكسب. ده يوتيوب كده؟ مبين طبعا. النتيجة هتخلص كام؟ 4-2 ريال مدريد. اهو اهو الرابع اهو. خلص الكلام. في اي حاجة اتمضت؟ عقد يا زين، عقد بيع وشراء. يا ولد وانت ازاي سبته؟ سيب ايه؟ ما انت عارف رأفت كان رايح في 60 داهية ومدهول وشايف قدامه. ولا دلوقتي هيبيع هدومه والمرة الجاية هرهن عليك انت شخصيا يا سمير. خلص خلص.